اتفضل يا كريم. بجد التحيه ليك كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدينا ومتابعينا نجوم الاستوديو لتحليل المباراه غايه الاهميه. زي ما قلنا كابتن اسلام، الحمد لله 3 نقاط كانوا مهمين لفريق النادي الاهلي. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، ببارك لك يا كابتن سيد. النهارده مباراه مهمه، الاصرار والجديه اللي بناكد عليها كل مره كانت باينه بالفعل في اخر كمان دقائق من الشوط الثاني بالجيم بشكل عام. بتشوفه ازاي وبتشوف ايضا كمان اداء النادي الاهلي من وجهه نظرك كابتن؟ الحمد لله طبعا، يمكن مكسب في منتهى الاهميه في وقت رهيب جدا وجميل جدا بالنسبه لنا، والاستمرار الضغط على الناس اللي فوقينا الحمد لله طبعا. يعني بشكر اللعيبه جدا جدا جدا. يمكن بدأنا في الشوط الأول ما كانش المنتظر، لكن هو ده وضع طبيعي من كثافة الماتشات اللي بتاخدها وبتخوضها سواء كان محليا أو إفريقيا. زي ما أنا قلت، مش محتاجة يعني تقدير أو توفيق. يعني ممكن انفراد زي اللي باين ده مش أوفسايد خالص، تمام، وانا ما اعترضتش على الراجل ده، انا كل قلته ان هي مش اوفسايد، تمام. لكن في النهايه انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، ليه؟ بس بحاله طبعا احنا بنتكلم على العداله بقى، عشان ناس كتير جدا بتقعد تتكلم على العداله، برامج تلفزيونيه اساسا يعني متاجره ساعتين وبتقعد تتكلم على العداله والحاجات اللي هي من زمان، في حاجات يعني بتسب رهائن قبل ما تخش. لكن في النهايه النهارده انت بتتكلم على طالما في عداله. قبل كده كان في واقعه لمدير كره كابتن احمد حسن لما كان مشرف على الكره في بيراميدز، يعني خد نفس الطرد، ما احنا ما بننساش، خد نفس الطرد وبدون اي اعتراض وبدون اي كلام وامتثل على طول، وتاني ماتش كان موجود في الملعب، يعني نفس الواقعه. سالوا كابتن سمير او سالوا كابتن جهاد جريشه، ما اعترضتش خالص وامتثلت، واللائحه بتقول حاجتين، فاللائحه مش هتطبق علينا وتطبق على غيرنا، طالما احنا كده مش هنفوت واحده، مش هنفوت حاجه خالص يعني. فاحنا في مرحله مهمه جدا، روح اللعيبه بشكرها جدا، روح الاهلي، روح الفانيلا الحمراء بقى، روح الفانيلا الحمراء بجد، يعني هي دي النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي يعني. الحوار كان دار عليه يا كابتن سيد بين حضرتك وبين اللاين سايد، يعني انا بقول له مش اوف سايد، يعني اساله بس اساله، لكن زي ما قلت مش هننسى حاجه، احنا النادي الاهلي مش هننسى حاجه. واللي بيتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي يعني ممتثل جدا جدا للوائح والقوانين، لكن مش هننسى حاجه، المثل بالمثل، طالما انت في واقعه زيها بالظبط زيها بالظبط، لو انا اعترضت على حاجه باسلوب مش لائق ولا حاجه، كابتن سمير موجود وكابتن جهاد جريشه موجود، كان في واقعه زي ما قلت واشدت بيها، هتعامل بالمثل ولا لا؟ هتعامل بنفس الطريقه ولا لا؟ هو ده اللي احنا مستنيينه بقى. 48 نقطه النادي الاهلي الحمد لله بيصل لهذا الرقم، والظروف المحيطه والاصابات والغيابات اللي ما بنتكلمش عليها كابتن كل مباراه، لكن دي الظروف المحيطه بالنادي الاهلي، اللعيبه بالفعل تستحق الشكر والتقدير يا كابتن. طبعا طبعا، يعني انت زي ما قلت لك يمكن الشوط الاول دخلنا فيه متاخر شويه، جاء فينا جول في بدايته صعب من امورنا جدا، كانت ممكن الكره التسلل دي في بدري شويه، كانت تقريبا في حاجه و50 او حاجه في اواخر الخمسينات في الدقائق، يعني كانت ممكن يبقى في متاح اكتر، يعني ما تبقاش فيها تنشنه ولا عصبيه، لكن هي دي شخصيه الاهلي وهي ده روح النادي الاهلي. وزي ما انا قلت يعني هنستمر في الضغط على اللي حوالينا واللي قدامنا، وان شاء الرحمن ننجح بكده باذن الله. شكرا فندم. شكرا. بنشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، واكيد زي ما قال يا كابتن اسلام من نجوم الاستوديو التحليلي بالفعل ممكن راح